لأن واحد اللي هو رئيس الحكومة فاعل في هذا المجال. هاد الثمن اللي عندنا 11.45 وبين قوسين لا شفتوا جميع الشركات نزلت الثمن إلا شركة واحدة ديال إفريقيا. راه المغاربة اليوم في حاجة إلى دعم مباشر اللي غادي نجيلو. وزيرة ديال الطاقة كتقول هادشي خصو يتباع منين يكون كيسوى 100 دولار. من الناحية الاقتصادية اليوم ما نعرفو هادشي المحروقات كيأثر عليه. في الطاقة عندنا المحروقات. المحروقات دابا تصوروا اليوم راه عليه 70 دولار. ملي كيكون 70 دولار خصو يكون 8 دراهم. هاد الثمن اللي عندنا 11.45 وبين قوسين لا شفتوا جميع الشركات نزلت الثمن إلا شركة واحدة ديال إفريقيا، لأن هي كتريكيبيري داكشي اللي تنزلت عليه شحال هادي، هادي واحد شهر ونص. غير باش تعرفوا هادشي دابا للأسف الشديد شوفوا في أوروبا وشوفوا في الغرب وشوفوا في الشمال والجنوب شوفوا الثمن. هاد الثمن هذا كيخصو يكون اليوم كيتباع للمغاربة ب 8 دراهم. بل أكثر من ذلك، هاد الثمن اللي كيبيعوه اليوم ديال 11.45 وزيرة ديال الطاقة كتقول هادشي خصو يتباع منين يكون كيسوى 100 دولار. وعندنا بالوثائق هي اللي قالتهم شي أنا وهي منين؟ هي من الأغلبية، هي في الحكومة، هي كتقول هاد الكلام. فلذلك اليوم هاد المجال ديال الطاقة من الناحية الاقتصادية حيت عندنا فيه تضارب المصالح، حيت الأول فيه سواء من حيث عدد المحطات 29% أو من حيث التخزين والتوزيع 40%، طبعا ما غيمكنش، واخا نبغيو نتكلمو بموضوعية ما غيمكنناش نتكلمو بموضوعية، ما تحضرش الموضوعية، لأن واحد اللي هو رئيس الحكومة فاعل في هذا المجال. طيب مادام فاعل عندنا مجلس المنافسة، مجلس المنافسة بالمناسبة دار التقرير ديالو القديم اللي كان في رأسو السيد ادريس القراوي، دار التقرير، نتوما شفتو مشى بحال جراو عليه، ودارت لجنة ملكية، وعلى إثرها تغير القانون، هذا قبل ما يتخذ القرار، قال لك بدينا معاك قصة شي تيخرجوا المراسيم، بالمناسبة المراسيم خرجوا، حنا كننتظروا شنو غيدير هاد، شنو غيدير مجلس المنافسة، أسيدي دير لهم، أنا جاي الشيخ الاجتماعي. راك درتو على اتصالات المغرب 3 مليار ديال الدرهم، 3 مليار ديال الدرهم، لأنكم ماشي هما يعني لاينيرتي دارتها، وهو مجلس المنافسة عنده نفس الدور مع الشركات ديال المحروقات، كيمكن يدير نفس الدور. راه المغاربة اليوم في حاجة إلى دعم مباشر اللي غادي نجيلو. ها الفلوس، منين غتجيبو الفلوس؟ كاين منين تجيبو الفلوس. هادشي ديال المحروقات كان خص دار فيه طبقا لمجلس المنافسة، كيقول عندكم واحد القانون سميتو قانون ديال الإصلاح الجبائي، المادة 4 كتقول بأنه خصنا نديرو الإصلاح بواحد النوع من التدرج مزيان. وكيقول هو في التقرير ديالو هاد الشركات اللي هي شبه احتكارية، بالمناسبة هما ثلاثة اللي كاينة في المحروقات، كان خصها دار لهم ضريبة 40%، جانا قانون الماء ديال 2023 داروا لهم 35%. كيقول لهم ديروا المغير في مجلس المنافسة اللي قالها. مجلس المنافسة كيقول كيخص تكون واحد الضريبة استثنائية، لأنك تحقق أرباح خيالية. هاد الأرباح الخيالية راه شتو جاوبني، أنا كنقول لكم بكل بساطة غير باش تكون عندكم الصورة واضحة. الأرباح اللي كتكون الآن في المحروقات غير معقولة وغير مقبولة وغير أخلاقية. ملي كتشري يطرو ديال المازوت على الأقل فيه درهم، على الأقل فيه درهم ديال الربح اللي فايت الربح اللي خصو يكون. بغيتو هادشي غير تسولو الشركة اليوم شحال هادي كانت، أنا الدلائل أنا درت لجنة وعارفها. دابا دليل قاطع آخر، قبل 2015 كانت كنشريو المحروقات من برا، كنجيبوها حتى يعني حتى الميناء، ومن الميناء كيوقع التوزيع ديالها حتى كتمشي
المحطات من 2015 الآن واللي تكاثرات في الآونة الأخيرة دارت واحد شركات أخرى كتبيع بالقروب كيجي عندك كيقول لك أشتريه بلا ما تمشي تشري من المحطة أنا غنبيع لك ناقص على المحطة بدرهم فاصلة 50 هذا اللي كيبيع لك ناقص 30 ريال هو ربح ولا ما ربحش غيبيع لك بالخسارة ما يبيعكش بخسارة هذا كيبيع لك ب 30 كاينين سيروا عند الشركه دابا ملي شتي هادشي واضح وتمشيو شتي داكشي اللي كيبنيو بالقروات ولا اللي كيديروا الطرقان ولا كاين وكاين اللي عنده شي مصانع ولا شي معامل كيحتاج هادشي سيروا عنده سولو ولاو شركات متخصصه كتجي كتقول له انا نبيع لك 30 ريال ناقص على المحطه اذا هذا اللي كيربح 30 كل بدا غيكون كيربح واحد 10 ريال هو 10 زائد 30 هي 40 اذا هذا الشيء حنا كنقولوا على الاقل هذا السيد رابح درهم في كل لتر على ظهر الغرب ملي كنضربوا الاستهلاك كنضربوه بشحال في درهم كيعطينا على الاقل 7 المليار ديال الدرهم في العام انا من بسط لكم هذا الشيء هو اكثر من هذا الشيء اللي الارباح فلذلك الناحية الاقتصادية اليوم ما نعرفو هادشي المحروقات كيأثر عليه. اشترك معنا في القناة كي يصلكم كل جديد وذلك بتفعيل الجرس والضغط على زر اشتراك.